ننصحك بترك الزواج من المرأة التي يرفض والدك زواجك منها، فالمرأة تجد بدلها امرأة، والوالد ليس بدله والد، ويرجى لك التوفيق بسبب برك لأبيك وطاعتك لأبيك. هنا شوف كلام الشيخ دقيق. أنا يعني واحد يبدو أنه سأل سؤال أنه يريد أن يتزوج فتاة بعينها، والد رفض قال لا هذه ما تتزوج من الجنس الفلاني أو من القبيلة الفلانية أو من بيت فلان، بينهم مشاكل قديمة ما نريد نصاهرهم، أو ما تتزوج واحدة من خارج بلادك، هل ليس بحرام؟ هل الأمر راجع للزوج يختار ماذا يريد؟ لكن لو أن والده رفض، الشيخ يقول أنصحك اسمع كلام والدك، لأن لو أخذت بخاطر والدك هذا من باب البر، والنساء سواها كثير، ولعل الله يبدو لك خير منها. فدائما احنا نقول للناس هذا الكلام تعلمناه مشايخنا، ما تقول اتزوج وما لك شغل بوالديك، لا قول حاول تاخذ خاطرهم، وبعد انت فكر ان شاء الله رزق ببركه بر والديك الله رزق خير من هذه الفتاه اللي في بالك او عينت تريد اخذها. لكن بعض الناس ممكن يسأل يعني يجوز ولا ما يجوز، حطك بزاوية يجوز ولا ما يجوز. يا أخي قبل لا أقول لك يجوز ولا ما يجوز، في شيء اسمه نصيحة. فأنت لماذا تخسر والديك؟ حاول إيش أن تكسب والديك وأنت ما زلت لم يعني يفرق. لو أنك تزوجت امرأة وجات والدتك، قد تكون بعض الأمهات فيها غيرة من زوجة ابنها، هذا موجود خاصة لم تكن كبيرة ولا أحيانا كبيرة بعد، كل شيء لزوجتك ما كذا تعطينك بس حاط عينها على زوجة ابني، هذا موجود. فربما قالت لو طلقها، هذا ليس من حقها، ليس من حق الوالدين أن يأمروا الابن بطلاق زوجته. لكن لا يقول لا، يقول اقنعوني لماذا طلقها، هل رأيتوا عليها شيء في خلقها في خلقها في دينها، هل رأيتوا عليها فاحشة منكرا؟ قد يكون هذا الابن متعلق قلبه بها. ولذلك احنا نقول حتى الوالدين لا تجبر، لا تكر الابن على الطلاق، فقد يكون متعلق بها، وقد يكون له بينهم اولاد، وقد يكون لا يرغب بغيرها لو طلقها. المهم ان هذا الامر من حق الابن لا من حق الاب ولا الام ان يامروا الابن بالطلاق. لكن ايضا اذا كان عندهم ملاحظه قد يكون غافل الابن عن تصرفات زوجته أو أشياء يرونها لا يراها، يقنعون الابن، يقول أنا وأنا أبوك أنصحك ترى ما تصلحك كذا كذا كذا، ممكن